أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم التشاؤم من شهر صفر؟ وأيضا هل يصح للإنسان أن يتفاءل ببعض الأمكنة أو بعض الألبسة؟ التشاؤم لا يجوز لا بشهر صفر ولا بغيره، لأنه من الطيرة وسوء الظن بالله عز وجل، ولأن التشاؤم بالأشياء اعتقاد أنها تضر من دون الله عز وجل، وهي مخلوقات من مخلوقات الله، هذا يخل بالعقيدة، عقيدة التوحيد. ومن وجد في نفسه شيئا من الطيرة والتشاؤم توكل على الله ويقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، ويذهب الله عنه ذلك بإذن الله. وأما التفاؤل فهو مطلوب، فاؤل كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفال، التفاؤل بالأماكن وبالأشخاص وبالكلمات أمر طيب، لأنه حسن ظن بالله عز وجل. نعم.